قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قوله عليه الصلاة والسلام: على الحق. الحق هو ما جاء به الشرع، وهو دين الإسلام. ولذا من زعم بأنه من أفراد الطائفة المنصورة فإن زعمه لا يلتفت إليه حتى يعرض على فعله، فينظر في هذا الفعل هل هذا الفعل موافق لأصول الإسلام ومبادئ الدين، فإن كان كذلك فيكون قوله مقبولا، إذ ليست الأوصاف تلحق بالدعاوي، وإنما ينظر فيها إلى الأفعال.